بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة مع ليكونومي. طبعا كنا قد توقفنا مع سانتيز ديكور. كلمة سانتيز طبعا ممكن أن تأتي كمجموعة من المعاني، طبعا حسب السياقات التي توضع في الكلمة، ممكن أن هذه الكلمة مثلا تعني تخليق أو تجميع أو تلخيص أو خلاصة، ممكن أن تعني تركيب، ممكن أن تعني توحيد أو موجز إلى غير ذلك. إذن كما عندنا هنا طبعا ممكن أننا نعتبر هذه الكلمة تعني مختصر أو موجز أو تلخيص إن صح التعبير. إذن عندنا سانتيز دي كور، إذن عندنا تلخيص الدرس إن صح التعبير. إذن طبعا لازلنا مع الاستراتيجي، إذا نتكلم عن الاستراتيجية أو الخطة. الاستراتيجية طبعا كما ذكرنا ممكن أن تعني خطة جيش، أو كما عندنا هنا طبعا أن تعني خطة مؤسسة صناعية أو نتكلم عن شركة. طبعا الاستراتيجي consist pour une entreprise à fixer des finalités qui seront déclinées en objectifs. إذا الاستراتيجي، نتكلم عن استراتيجية consist pour une entreprise، كما نقول أن تتمثل بالنسبة لشركة ما à fixer des finalités، أن تتمثل بالنسبة لشركة ما في تحديد، أو كما عندنا هنا في تثبيت دي فيناليتي. فيناليتي طبعا المقصود بها مقاصد أو الغايات، فين باغا توصل هاد الشركة. إذا نتكلم هنا عن هاد لي فيناليتي كي سوغون ديكليني، كما نقول بأنهم سينكبون. طبعا هنا نتكلم عن لو فيرب ديكليني، ممكن أنه يعني رفض، دعوة مثلا. ديكليني اون انفيتاسيون، يعني كما نقول بأنه رفض دعوة. ممكن أنه يعني تضاءل أو تدهور أو بدأ في الزوال. ممكن نقول مثلا لو جو كومونس ا ديكليني، يعني أن اليوم بدأ في الزوال. لو جو كومونس ا ديكليني، كما نقول بأن النهار بدأ ينقضي أو بدأ يضعف إن صح التعبير. لا بوبيلاسيون ديكلين، عدد السكان أنه بدأ يتضاءل. سا سونتي ديكلين، يعني أن صحته تتضاءل أو تتدهور. إذا نتكلم هنا عن لو فيرب ديكليني. طبعا لو فيرب ديكليني كما عندنا هنا ممكن أنه يعني انكب على. إذا نتكلم عن لو فيرب سو بونشي، فيغ سا فان، كما نقول بأنه انحنى اتجاه نهايته أو انحنى اتجاه هدفي إن صح التعبير. ممكن كما قلنا صافي بليغ، كما قلنا بأنه يضعف. اون باغلون دي شوز، خاصة عندما نتكلم عن الأشياء. إذا ممكن أن هذه الكلمة طبعا تعني مسائل أخرى كما ذكرنا قبل قليل. سنعود إلى هذه الكلمة بعد قليل حتى نفهم المغزى منها. إذا استراتيجي كونسيست بور اون انتربريز، الاستراتيجية تتمثل بالنسبة لشركة ما افيكسي دي فيناليتي، في تحديد غايات أو أهداف أو مقاصد كي سوغون ديكليني، والتي ستكون منكبة إن صح التعبير أون أوبجيكتيف، في أهداف. إذن هاد لي فيناليتي غتكون منكبة على أهداف. دو ديتيرمين لي مويان، إذن هاد الإستراتيجية أنها تتمثل في تحديد أو في تثبيت دي فيناليتي. هاد الإستراتيجية طبعا ممكن لها تكون استراتيجية أو خطة إلا إذا حددت الأهداف أو المقاصد أو الغايات التي نريد من الشركة أن تصلها. إذا نتكلم عن هذه الغايات أو هذه الأهداف الكبرى إن صح التعبير التي نريد للشركة أن تصلها. إذا هذه الخطة لا يمكن أن تكون استراتيجية إلا إذا أولا حددت هذه الغايات التي نريد الوصول إليها. كي سون ديكليني اون اوبجيكتيف، التي يمكن ان تنصب او تنكب على اهداف. ثم ان هذه الاستراتيجيه كونسيست بور اون انتربريز دو ديتيرميني، اذا يمكن ان تتمثل بالنسبه للشركه ما في تحديد دو ديتيرميني لمويا. ثم على هاد الخطه او هاد الاستراتيجيه ان تحدد الوسائل. اذا عندنا لمويا ما، اذا عندنا الوسائل الانسانيه، طبعا نتكلم على العمال. إذا العمال هم من الوسائل إن صح التعبير التي يمكن أن تساهم
في الوصول لهذه الغايات. ثم عندنا لي مويا ماتيريال، ثم عندنا الوسائل المادية، نتكلم عن لي ماشين، نتكلم عن لي زورديناتور مثلا، نتكلم عن لي مويا دو ترونسبور، لي مويا دو ترونسبور نوطامون لي كاميون، نتكلم هنا عن وسائل النقل خاصة الشاحنات لي فواتور اتسيتيرا اتسيتيرا. إذن هناك وسائل نقل لي مويا ماتيريال، ثم لي مويا فينونسي، ثم عندنا الوسائل التموينية. إذا لابد أننا سنحتاج تموينات، إذا من أين سنأتي بهذه التموينات؟ هل من جيوب المساهمين في الشركة؟ هل سنأتي بها مثلا من الأبناك؟ أو سنعتمد مثلا البورصة؟ أنسي كو لا مود داكسيون، كذلك لا مود داكسيون طريقة العمل. إذا نتكلم عن طريقة الفعل، نتكلم عن فلسفة العمل التي سنقوم بها، هي أيضا يجب أن تتضمن في هاد الخطة أو في هاد الاستراتيجية. أفادو رياليزي من أجل تحقيق سيز أوبجيكتيف، هذه الأهداف. الشركة طبعا سيكون لها أهداف، إذا للوصول لهذه الأهداف طبعا يجب أن تتضمن هذه الاستراتيجية أولا كما ذكرنا تحديد الغايات، ثم تحديد الوسائل كما ذكرنا، هناك الوسائل الإنسانية، هناك الوسائل المادية، هناك الوسائل المالية. طبعا ممكن أن تكون هناك وسائل أخرى كما نلاحظ هنا، عندنا نقاط، ممكن أن تكون هناك وسائل غير التي نذكرها هنا، ممكن تكون هناك وسائل قانونية، ممكن أن تكون هناك وسائل أخرى غير هذه الوسائل. cette définition est articulée autour de trois éléments. إذن هذا التعريف est articulé، أنه كما نقول ما مفصل. إذن تتكلم على هذا التعريف اللي عطينا هنا، أنه تيتمحور بمعنى آخر، أنه تيدور حول شي دور، autour de trois éléments، تيدور حول ثلاثة ديال العناصر. شنو هما العناصر؟ العنصر الأول، العنصر الثاني، العنصر الثالث. العنصر الأول اللي هو لا استراتيجي إيت أن شوا دوريونتاسيون دو لونغ ديغي بوغ لونسومبل دو لونتربريز. إذا ملي غادي نعرفو الاستراتيجية بالطريقة التي ذكرنا، إذا هنا الاستراتيجية غتبقى تتمحور لنا حول ثلاثة ديال العناصر. العنصر الأول هو أن الاستراتيجية إيت أن شوا، علينا أن نعرف بأنه هاد الاستراتيجية هي خيار، الاستراتيجية هي خيار دوريونتاسيون للتوجيه. طبعا نتكلم على لوريونتاسيون، ومنها مثلا لو فيرب اوريونتي فعل وجه وبيه سوريونتي يعني توجه. لوريونتاسيون اذا نتكلم عن خيار للتوجه، اذا طبعا الشركه ملي غتاخذ واحد المجال معين مثلا، يا اما في الصناعه او في التجاره او مثلا في الفلاحه الى غير ذلك، اذا هي ستضع نفسها في توجه ما. الاستراتيجي إتان شوا، إذن هاد الاستراتيجية هي واحد الخيار دوريونتاسيون للتوجه دو لونغ ديغي لمدة طويلة. دو لونغ ديغي يعني لمدة طويلة. إذن ميمكنش الشركة مثلا أن تاخد واحد التوجه مثلا فلاحة واحد سنتين مثلا أو ثلاث سنوات ثم تعود فتدخل مثلا لمجال الصيد البحري مثلا سنتين، ثم تعود فتدخل مثلا لمجال الصناعة، ثم بعدها تعود لتدخل مثلا مجال التصدير والاستيراد. إذا طبعا الشركة هنا ستكون في تخبط، إذا هي لن تبرح مكانها. إذا لهذا هنا نتكلم عن استراتيجية التي على الشركة طبعا أن تفكر فيها جيدا، نتكلم هنا عن المسؤولين طبعا كما سنرى بعد قليل. إذا يكون هناك اتحاد من كل المسيرين للشركة حتى يبسطوا جميع النقاط، حتى إذا انطلقوا تكون انطلاقة بعيدة المدى، حتى تصل الشركة إلى غايتها طبعا في أقرب وقت. إذا الاستراتيجي إتان شوا، إذا نتكلم عن استراتيجية بأن هي خيار دوريونتاسيون دو لونغ ديغي، إذا هي خيار للتوجه أو للتوجيه دو لونغ ديغي لمدة طويلة بور لونسومبل دو لونتربريز لكل الشركة. ما نتكلموش على واحد الجزء من الشركة هو اللي غيمشي في هذا المسار، بينما جزء آخر من الشركة في اتجاه آخر، ستكون الشركة هنا في تناقض. ثم العنصر الثاني اللي تتمحور حوله هذا التعريف، لا استراتيجي فيكس لو سيستيم دوبجيكتيف دو لونتربريز بور اون دوغي بليز او موان لونغ. إذا نتكلم عن
استراتيجية بأن هي فيكس، أنها تثبت لو سيستم دوبجيكتيف، كما نقول نظام الأهداف. إذا طبعا الأهداف التي ستذكرها هذه الاستراتيجية طبعا هي لا تكتفي فقط بذكر الأهداف التي تريد من الشركة أن تصلها، بل سيكون هناك لو سيستم دوبجيكتيف. إذا سيكون عندها طبعا نظام أهداف. ما معنى هذا؟ هذا معناه هنا استراتيجية لن تكتفي بذكر هذه الأهداف التي ستصلها الشركة فقط، بل سترتبها حسب أولوياتها، ولكل هدف طريقته، ولكل هدف هناك مصلحة أو هناك قطاع داخلي في الشركة طبعا إن صح التعبير سيتكفل بهذا الهدف، سيتكفل بالعمل للوصول لهذا الهدف أو بالمساهمة فيه. إذن الاستراتيجي فيكس للسيستم دوبجيكتيف، إذن الاستراتيجي أن تثبت نظام الأهداف، هذه الأهداف طبعا ستنظمها وتذكرها طبعا اتباعا حسب أهميتها، ستصنف هاد الأهداف. إذن الاستراتيجي فيكس للسيستم دوبجيكتيف للانتربريز، إذن استراتيجي أن تثبت نظام أهداف الشركة بور اون دوغي بلوز أو موان لونغ، لمدة من الوقت بلوز أو موان لونغ، أكثر أو أقل طولا. ممكن أن هاد الهدف تنصب عليه الشركة أو ينصب عليه قطاع من الشركة أو تنصب عليه مصلحة من الشركة لمدة من الوقت، ثم تنتقل للهدف الثاني، ثم مجمل هذه الأهداف الصغيرة إن صح التعبير أنها تكمل أو تكون الأهداف العامة التي تريد الشركة الوصول لها. هذا العنصر الثاني. ثم هناك العنصر الثالث، الاستراتيجي فيكس لمويه ألوي. إذا الاستراتيجي فيكس لمويه ألوي إيلومون داكسيون pour atteindre les objectifs définis. إذا استراتيجية أنها تثبت لمويه ألوي، نتكلم عن الوسائل الكفيلة إن صح التعبير أو المتوافقة مع العمل. الاستراتيجي فيكس لمويه ألوي، إذا استراتيجية أنها تثبت الوسائل المطلوبة إن صح التعبير، إيلومون داكسيون، ثم طريقة العمل كما ذكرنا قبل قليل، pour atteindre les objectifs définis، من أجل الوصول إلى أو من أجل تحقيق les objectifs définis، الأهداف المحددة مسبقا. إذن هذا كله تدخل في تعريف استراتيجية. نعود الآن إلى كلمة ديكليني، ومنها أيضا سنفهم لو سيستم دوبجيكتيف، كما نقول نظام الأهداف. كما نلاحظ هنا على موقع ماركتير اون ريزومي، كما نقول بالمختصر، إذا نتكلم هنا أيضا عن سانتيز ديكور إن صح التعبير، أ بارتيغ دو مومون أو إن ستراتيجي إت إتابلي بور لونتربريز إل فا سو ديكليني أون أوبجيكتيف. إذا أ بارتيغ دو مومون، إذا انطلاقا من اللحظة أو إن ستراتيجي إت إتابلي، إذا انطلاقا من اللحظة حيث الاستراتيجية أنها تتم، إذا في الوقيتة اللي تتكون هناك عندنا واحد الاستراتيجية بور لونتربريز بالنسبة للشركة، إل فا سو ديكليني أون أوبجيكتيف. إذا هاد الاستراتيجية أنها ستنكب على أهداف إن صح التعبير، ستنكب على أهداف. كيف ذلك؟ إن فو با سو ترومبي، لا يجب أن يخطأ إن صح التعبير، لا يجب أن يكون هناك خطأ. سيغ لوغدغ أسويفغ، لا يجب أن يكون هناك خطأ في الترتيب. أسويفغ للإتباع، إذن علينا أن نضع ترتيبا للأهداف بحيث أننا نبدأ بالأولويات، نبدأ بهذا الهدف ونترك الهدف الآخر للمرحلة الموالية إلى غير ذلك. إذن إن فو با سو ترومبي، لا يجب أن يكون هناك خطأ، وإلا ستفشل هذه الخطة. Il ne faut pas se tromper sur l'ordre à suivre dans leur déclinaison pour avoir un ensemble cohérent qui concourt vers les mêmes finalités. إذن لا يجب أن يكون هناك خطأ فيما يخص الترتيب sur l'ordre، فيما يخص الترتيب أو حول الترتيب أو على الترتيب كما عندنا هنا. À suivre للاتباع، إذن لا يجب أن يكون هناك خطأ فيما يخص الترتيب، نتكلم هنا عن ترتيب الأهداف. À suivre للاتباع dans leur déclinaison، يعني في انكبابهم. إذا هنا لا يجب أن يكون هناك خطأ فيما يخص اتباع ترتيب الأهداف
دون لوغ ديكلينيزون فيما يخص الكبابة. إذا نتكلم هنا على استراتيجي دون لوغ ديكلينيزون فيما يخص الكبابة. إذا عندما تنكب هاد استراتيجي على الأهداف فعليها ألا تخطئ ترتيب هذه الأهداف pour avoir un ensemble cohérent من أجل أن يكون هناك un ensemble مجموعة cohérent كما نقول مترابطة. يجب أن تكون عندنا مجموعة أهداف مترابطة كيكونكور التي تساهم إن صح التعبير كيكونكور التي تساهم كيكونكور. طبعا هنا عندنا لو فيرب كونكورير. لو فيرب كونكورير كما نقول تسابق أو ساهم. كما نتكلم عن تسابق أو ساهم إذا نتكلم هنا عن أن أونسومبل حتى تكون عندنا مجموعة كوهيرون. طبعا كلمة مجموعة هنا هي كلمة مذكرة كما تلاحظوا pour avoir un ensemble حتى تكون عندنا مجموعة cohérent كما نقول مترابطة متحدة كيكونكور التي تساهم vers les mêmes finalités يعني في اتجاه نفس الغايات اتجاه نفس الغايات حتى تساهم في اتجاه les mêmes finalités نفس الغايات باش تكون عندنا واحد المجموعة مترابطة متحدة. كما نتكلم هنا عن أهداف صغيرة أنها تتحقق داخل الشركة طبعا كلها تسير بتناسق تسير باتحاد. إذن طبعا في النهاية ستتحقق الغايات الكبرى للشركة من خلال هاد الأهداف الصغيرة. مجمل هذا الأمر الذي عندنا هنا أن تكون عندنا نجاحات للأهداف الصغيرة حتى تتحقق الأهداف الكبيرة. من أجل هذا علينا أن نركز على الترتيب الذي يجب أن تحظى به هذه الأهداف الصغيرة. يجب أن لا نبدأ مثلا بالأهداف التي ربما تتحقق فيما بعد ثم نهمل الأهداف الأولى التي ربما ستنبني عليها الأهداف الأخرى اللاحقة. إذن علينا أن نبدأ بالأساسي وأن لا نبدأ بالثانوي مثلا أو بما سيأتي فيما بعد. إذن un respect rigoureux de l'ordre des choses sera une garantie pour une efficacité observable et partagée par tous. إذن un respect rigoureux إذن نتكلم هنا عن احترام rigoureux كما نقول ناجع. إذا كان عندنا احترام ناجع de l'ordre لهذا الترتيب يعني أننا حطينا واحد الترتيب للأهداف فخاصنا نحترمه. إذا كان عندنا هذا الاحترام الناجع لهذا الترتيب لهذه الأهداف إذا نتكلم هنا عن نظام الأهداف طبعا دي شوز للأشياء سوغا إن غارونتي. إذا هذا الاحترام الناجع لهذا الترتيب للأشياء الذي ذكرنا سوغا إن غارونتي سيكون ضمانة سيكون ضمانة بور إن إفيكاسيتي سوغا إن غارونتي ستكون هناك ضمانة بور إن إفيكاسيتي لفعالية أوبسيرفابل كما نقول ملاحظة. أحيانا نتكلم على لوفير أوبسيرفي فعل لاحظة ومن الأوبسيرفاسيون يعني الملاحظة. إذن أوبسيرفابل نقول عن شيء بأنه أوبسيرفابل يعني أنه ملاحظ سوغا إن غارونتي. إذن هذا الاحترام لهذا الترتيب سوغا إن غارونتي سيكون ضمانة بور إن إفيكاسيتي أوبسيرفابل لفعالية ملاحظة. غنشوف واحد الفعالية ديال العمل يعني أننا غنعطي واحد العمل وغتبان في النتيجة ماشي ان الناس غيخدموا وفي الاخر ما غتكون حتى شي نتيجه. على العكس ستكون هناك فعاليه اذا نتكلم هنا عن انيفيكاسيتي اوبسيرفابل انها ملاحظه اي بارتاجي ثم انها مشتركه اي بارتاجي كما نقول مشتركه او مقسمه بارتوس بالكل يعني ان الكل سيكون له نصيبه في هذه النتيجه. طبعا بوركو ليتيليزي لماذا استعمالها؟ إذا لماذا سيكون استعمال هذه الاستراتيجية؟ أوبجيكتيف إذا الهدف pour gouverner une entreprise il faut avoir une vision claire de la destination vers laquelle on désire l'entraîner. pour gouverner une entreprise إذا من أجل كما نقول تسيير شركة أحيانا نتكلم عن le gouvernement يعني الحكومة كما نقول مسيرة كما نقول المسيرة نتكلم عن الحكومة التي تسير البلاد. إذا نقول لو غوفرنمون بدل مرات نتكلم عن لو غوفرنور لو غوفرنور. إذا نتكلم عن العامل كما نقول المسير مسير الإقليم أو المسير للعمالة إذا نسميه لو غوفرنور. إذا طبعا كل هاد المصطلحات تأتي من لو فيرب غوفرني
كما نقول سيرة أو حكمة pour gouverner une entreprise من أجل لتسيير شركة أو التحكم في شركة il faut avoir يجب أن يكون هناك une vision claire نظرة واضحة de la destination vers laquelle on désire l'entraîner يجب أن تكون هناك نظرة طبعا vision عندها علاقة بفعل voir فعل نظرة لا نتكلم هنا على الverb avoir هذا مرات يكون أوكسيليار كما ذكرنا هذا فعل كما نقول امتلك هذا فعل امتلك ولكن نتيجي بعد منه فعل آخر إذن تكون مساعد بالشكل اللي ذكرناش حمرة إذن هنا الفافوار يجب أن يكون هناك لاحظ هنا يجب أن تكون عندك أو عنده أو عندنا إذا نتكلم عن فعل يتكلم عن الملكية الفافوار يجب أن تكون هناك كما نقول يجب أن يمتلك الفافوار انفيزيون إذن يجب أن تكون هناك نظرة المقصود يجب أن يمتلك الأشخاص المسيرون نظرة كلير واضحة دو لا ديستيناسيون طبعا لا ديستيناسيون المقصود بها الوجهة بعد مرات نتكلم مثلا عن لو تخان ا ديستيناسيون دو طنجي إذا نتكلم عن القطار الذي وجهته طنجة إذا لا ديستيناسيون المقصود بها الوجهة il faut avoir une vision claire de la destination يجب أن تكون عند المسيرين une vision claire نظرة واضحة de la destination للوجهة vers laquelle التي اتجاهها on désire l'entraîner أننا نود l'entraîner كما نقول سحب الشركة خاصة تكون عندنا واحد الوجهة واضحة يعني مدروسة جيدا بمعنى آخر المسؤولين المسيرين للشركة تكون عندهم واحد النظرة واضحة دو ديستيناسيون للوجهة خاص تكون عندهم واحد النظرة واضحة لهذيك الوجهة الاتجاه كما ذكرنا قبل قليل لها تكون عندهم واحد الاستراتيجي إذا كما ذكرنا فيما سبق تكلمنا على لورينتاسيون ستكون هناك وجهة موضوعة بعد دراسة معمقة للمشاكل والتحديات والإنجازات التي يمكن أن يتحصل عليها طبعا إلى غير ذلك هذا بغض النظر عن الوسائل كما ذكرنا بكل أنواعها التي يجب توفيرها من أجل هذه الوجهة إن صح التعبير يجب أن تكون هناك نظرة واضحة لهذه الوجهة vers laquelle on désire l'entraîner التي اتجاهها on désire أننا نطمح أننا نود l'entraîner كما نقول سحب الشركة خاص تكون عندنا واحد نظرة واضحة للوجهة اللي باغي نجروا لها الشركة هذا هو معناها إذا خاصة تكون عندنا واحد النظرة واضحة للوجهة اللي باغين نسحبوا لها الشركة اللي باغين نجروا الشركة لها إذا هاد الشركة بغينا نجروها لواحد الوجهة إذا خاص أولا قبل ما نجروا الشركة خاصة تكون عندنا واحد النظرة واضحة لهذيك الوجهة حتى لا جرينا الشركة طبعا تكون مشات في واحد اتجاه مؤمن أبارتيغ دو لاستراتيجي أنفيزاجي إذا انطلاقا من الاستراتيجية المنوية إن صح التعبير التي اتفق عليها عندما تمت الاستراتيجية ووضعت إذن هناك نية عند كل المسيرين عندهم نية معينة حول هذه الاستراتيجية بأن ستكون كذا وكذا بأن ستكون بهذا الشكل ستكون بمعطيات معينة à partir de la stratégie envisagée إذن انطلاقا من الاستراتيجية كما نقول المبرمجة إن صح التعبير المبرمجة أو المتفق عليها التي ينوي الجميع أخذها أو أخذ غمارها on va la décliner إذا نحن سنجعلها تنكب en objectif في أهداف global à atteindre إذا نتكلم هنا عن أهداف global كما نقول عامة إذا نتكلم هنا عن أهداف عامة à atteindre للتحقيق إذا à partir de la stratégie envisagée إذا انطلاقا من هذه الاستراتيجية كما ذكرنا المتفق عليها إن صح التعبير On va la décliner. سنجعلها تنكب en objectif global à atteindre. إذن طبعا الاستراتيجية سنجعلها تتم على أرض الواقع حسب الأهداف المبرمجة اتباعا وبالترتيب المذكور. Pour que chacun dans l'entreprise من أجل أن كل واحد في الشركة soit conscient أن يكون واعيا. نتكلم أحيانا عن la conscience الوعي. Pour que chacun dans l'entreprise, من أجل أن كل واحد في الشركة أنا تنتكلم على هذا المعنى ديال on va la décliner en objectif global à atteindre. إذا هذه العبارة المقصود بها هنا
pour que chacun dans l'entreprise بحيث ان كل واحد في الشركه اذا كل واحد ينتمي لهذه الشركه سوا كونسيون ان يكون واعيا اذا حنا بغينا كل واحد في الشركه انه يكون واعي de sa contribution dans l'effort général demandé pour que chacun dans l'entreprise soit conscient de sa contribution dans l'effort général demandé من اجل ان يكون كل شخص dans l'entreprise في الشركه soit conscient بان يكون واعيا de sa contribution بمساهمته طبعا بعد مرات نتكلموا على الفيرب contribuer فعل ساهم اذا بحيث انه يكون كل شخص في الشركه واعي بمساهمته dans l'effort في المجهود جينيرال دوموندي اذا نتكلم على المجهود العام المطلوب حنا عندنا واحد المجهود عام مطلوب بحيث يتحقق الهدف اذا خاصنا واحد المجهود عام في الشركه يتنجز باش يتحقق الهدف اذا هنا خاصنا نشوفوا كل واحد من الشركه خاصو يكون واعي بالمجهود اللي خاصو هو يعمله باش يساهم في المجهود الكبير ديال الشركه باش تنجز الهدف الاسمى او الهدف العام اذا il est nécessaire de les décliner de plus en plus pour atteindre des niveaux qui concernent chacun il est nécessaire هو من الضروري de les décliner بان نجعلها تنكب اذا هو من الضروري بان نجعلهم ينكبون de plus en plus اكثر فاكثر pour atteindre des niveaux qui concernent chacun من اجل الوصول الى مستويات او من اجل تحقيق مستويات كي كونسيرن شاكا التي تهم كل شخص اذا طبعا من اجل الوصول الى اهداف معينه فعلينا بتكوين هؤلاء الاشخاص من اجل الوصول الى مستويات معينه من التعليم ومن التكوين ومن الخبره الى غير ذلك اذا علينا ان نكون هاد الاشخاص طبعا علينا ان نجعل الاشخاص ينكبون على تكوين انفسهم لا يمكن ان نرقب الشركه والوصول الى غايات عليا الشركة طبعا بدون تكوين الأشخاص كل في مجاله إذن طبعا حتى لا نطيل نستأنف فقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.